الاهلي في حاجه لكام لعيب؟ لكام صفقه؟ هتختلف مني لحد تاني. انا بسال حضرتك انت، بسال خبير، بسال يعني حد كبير في كره القدم، يعني حد فني رائع. يعني ب ب ب ب يعني مبدئيا يعني لما نيجي نتكلم، عشان النادي الاهلي عنده سكواد كويس جدا. انت مقتنع ان سكواد النادي الاهلي كويس جدا؟ محتاج يعني شويه نظره مستقبليه. نعم. النظره لا انا خلي بال حضرتك عشان اكون واضح جدا معاك. انا عندي دوري ماشي متعادل ماتشين من 4، وعندي مباريات مهمه جدا، والدوري نظام السنه دي صعب جدا ان هو هيخلص بسرعه، وعندي كمان 20 يوم بالتمام والكمال عندك فتح باب التسجيل. فانت بتتكلم على ماتشات صعبه في الدوري العام، ومش هتكون لعبت حوالي 8 ماتشات او 7 ماتشات، 8 ماتشات تقريبا لحد اول يناير. فانا محتاج ايه في يناير؟ ده مهم جدا. ثم عندي كاس عالم للانديه في شهر 6، وعندي قيد يتم فتحه باستثناء خاص من الاتحاد الدولي لكل الفرق المشاركه في كاس العالم للانديه من 1 لـ10 يونيو. قول لي. طب نقسمها. قسم. من جهه البطوله المحليه. ايوه. انت محتاج راس حربه 100%. محتاج راس حربه. محتاج راس حربه، سواء كولر اقتنع باللعب باثنين او بواحد ونص او بواحد ويحط واحد ثاني بره، يبقى انا طبعا يعني كده انا خسران، لان انا بستثمر في الهوا. محتاج ان انا اشوف. انت متفق ان وسام ابو علي هو راس الحربه الاساسي للنادي الاهلي؟ اللي انا شايفه دلوقتي. تمام. طبعاً. هو افضل الناس الموجودين، بل كويس. من افضل المهاجمين الموجودين في مصر. نعم. اما نتكلم يعني الحمد لله ان عندنا راس حربه بهذا المستوى. حلو. وبالتالي فاحنا بننظر لما قد يحدث. نعم. لو زي ما مرينا في الفتره اللي فاتت. نعم. اصابه، وبالتالي نضطر توظيف. نعم. توظف هجيب مهندس اشغله دكتور، وهجيب. نعم. محاسب اشغله يعني مش شغلته. نعم. ممكن يؤدي لي 20-30%. لكن مش هيأدي لي الوظيفه، لانه كل لعيب له عدله. انت عارف ان احنا لما بنتكلم بلغه التدريب بقول لك. نعم. مش عدلته. أيوه. مش عدلته، مش مكانه، لا، في حاجه اسمها عدله. انا مؤمن بان اي لعيب في اي فرقه ممكن يلعب في 10 مراكز كويس الا حارس المرمى. ماشي. تقول له باك يلعب، تقول له راس حربه يلعب، لكن بنسب نجاح بنسب متفاوضه. مظبوط. فراس الحربه ده شيء اساسي. سواء لطوارئ لاصابه وسام او للحاجه الملحه للعب براسين حربه. تمام. او نص راس حربه على الاقل. ماشي. واحد ونص. فكده اوكي. انا في حاجه الى محور دفاعي اضافي. ليه؟ لانه اللي عندي اللي انا بسميه انا من وجهه نظري ديفندر. لعيب نص ملعب. مدافع قوي. عندنا مروان بس ما بتحطش اكرم مع مروان؟ اكرم مش وظيفته نص الملعب اساسا. انا شايفه باك رايت احسن بكتير. ليه؟ لانه اكرم رغم وجود مواصفات موجوده عنده، القتال والروح العاليه والقوه في الاداء، لكن طموحاته كتير. فساعات كتير لما بيستلم الكوره بتلاقيه بيتوغل للامام وبينسى مركزه وبيبقى تحت راس الحربه او راس الحربه. طيب، بس انت في نفس الوقت عندك محمد هاني راجع بالسلامه، وعندك عمر كمال، والاثنين كل واحد منهم ظهير ايمن، والاثنين بسم الله ما شاء الله. فانت النهارده بتستفيد من اكرم في وسط الملعب. انت بتستفيد منه في نص الملعب. نعم. لكن مش وظيفته الاساسيه من وجهه نظري انا. مش. نعم. وظيفته الاساسيه نص الملعب. هو جهه الظهير الايمن، بيعرف يراقب بشكل جيد، بيعرف يضغط على الجناح، بيعرف يستحوذ، لكن النص الاخير هو بيجتهد فيه. نعم. بيبقى عايز يحاور، بيبقى عايز يعمل 1-2، بيبقى عايز يرقص، بيبقى عايز يروح يشوط يجيب جول. مش مطلوب. نعم. مش مطلوب، مش وظيفته في الحته دي. نعم. لكن عامة اللعيب اللي عنده المرونة دي مفيد في حالة الطوارئ، يفيدك. محتاج قلب دفاع على الأقل. إلا إذا أعطى فرصة للاعبين اللي موجودين دلوقتي في المباريات القادمة وأثبتوا جدارة. اللاعبين بتتكلم على أشرف داري، يوسف أيمن؟ طبعا. نعم. طبعا. أمال أنا جايبهم ليه؟ نعم. لازم أشوفهم. نعم. حصل ظروف مصابين، أوكي. طيب إحنا دلوقتي الحالة إيه؟ كويسين؟ بحاله جيده. يبقى لازم يلعبوا. نعم. علشان اشوفهم، حتى لو على حساب ربيعه اللي هو في قمه مستواه. نعم. لازم ادي عشان احضر. نعم. للي جاي.
لازم مع ان ياسر كويس لازم برضو احضر. فالفتره اللي جايه محتاجه جرأه من المدرب. لما هينزلوا اللعيبه دي مش هيبقوا في مستواهم العالي المعروف. ليه؟ لان بقى لهم فتره طويله، واللعيب كل ما بعد طبعا كل ما احتاج وقت اطول طبعا عشان يرجع تاني. خاصه انه ماتشات الدوري ما عادتش سهله يا كابتن احمد، ما عادش عندك مباراه سهله. كل الفرق دلوقتي متعادل مع الاتحاد ومتعادل مع البنك الاهلي ما شاء الله. نعم. مستواهم عالي، وانا هنا معاك، انا باشيد بمستوى المدربين المصريين في الانديه المصريه. فعلا. عاملين شغل كويس جدا. نعم. جدا جدا.